اليوم الثلاثاء بتاريخ 9/6/2020 السيد زاهر قطن مدير مبيعات شركة الأبتك. خينا عبد الرحمن لبدان قالي بوين خيكون جمال عثمان او جي ان عثمان المحرار. نحن بدنا نمشي الان نوضح لاهلنا بطرابلس ونعتذر منهم. نحن لنا كم يوم عم نتواصل مع معالي الوزير مع وزاره الطاقه وكنا عم نوصل لحل وصلنا لهم امبارح انه فتحوا لنا بس للاشتراكات انه نقدر واعطونا 150 الف لتر. ونحن بنعرف انه نحن حصتنا لشخصي انا لحالي حصتي مليون عم يعطونا منا انا والسيد عبوده والسيد وليد الحجه كمان عطانا من عنده 100 الف. لا بدنا وزعنا سكتنا كل الاشتراكات على امبارح خلصت. جينا اليوم بعد ما كان في عن طريق مكتب الوزير كان في وعود والحمد لله عم نتجاوب معنا. وقت نتفاجئ اليوم انه ما فتحوا المصرية وما سلمونا للاسف. الاخطر منه اليوم ما سلمونا انه بكره عاطينا 5% من حصتنا. يعني انا طلع لي بكره 100 الف. خينا الابك خينا زار طلعوا له 20 الف. صحيح. وخينا عبوده بالخمس ايام طلعوا له 50 الف. نعم. فللاسف نحن مضطرين نقول لاهلنا واخواتنا وناسنا بطرابلس ولاصحاب المولدات اللي متفاهمين جدا ونحن دايرين لاجتماع الساعه 6 نحن وياهم انه نحن من على بكره بنعتذر. هو من اليوم جبنا نحن حصص من بيروت واشترينا سوق سوداء. كل العالم دائما بتتهمنا نحن متهمين ما عم نرد حدا وما عندنا مشكله. ساعة عم نخلي البضاعة عنا كرمالها تغلى وبدي يطلعوها 5000 وبدي ينزلوها كرمال هذا، ما في مشكلة خزاناتنا موجودين، أهلا وسهلا باللي بحب ونحن قلبنا شرح لأي انصدنا شرح لأي إنسان بحب يطلع لعنا ويقدر يشيش. ونفس الشيء عن خينا عبد ونفس الشيء نحن صراحة نزلنا لعنا على الشركة اليوم وشفنا شو عنده لأن كانوا هن بيستوردوا فشفنا